معانا وحلقه جديده من عيش وملح معاكم توتو مراد. وان شاء الله هنعمل النهارده وصفات مختلفه مش تقليديه، حاجات كده يعني ايه مش بره الصندوق قوي، بس حاجات ممكن احنا ما شفناهاش بقالنا فتره او اتنست. هنوظف الخضار بطريقه لطيفه جدا مع البشاميل. طيب الخضار بالبشاميل ده طريقته سهله جدا، ما فيهوش لحوم، هو طاجن خضار بس، يعني للناس اللي ما بتحبش اللحوم والفراخ يقدروا يعملوه بكل سهوله. طعمه حلو قوي، تتبيلته مميزه، والبشاميل عليه بيبقى حلو قوي، بيدي كده ميكس نكهات مع بعض جميل. الاكله دي هعمل جنبيها طبق رز ابيض بشعريه بسمتي ايا كان هو ايه، وبس خلاص، مش هعمل اي حاجه تاني جنبه. عندي خضار وعندي رز، عايزه تزودي بقى لحمه مفرومه، تحطي مثلا كور كفته، تحطي صدور فراخ، اي حاجه، بس انا عن نفسي هعمله النهارده زي ما بعمله في البيت بدون اي لحوم، بيطلع طعمه حلو جدا وحاجه كده بسيطه وسهله. طيب هنقول مقادير طاجن الخضار بالبشاميل معايا. بصوا بقى كميه خضار كتيره جدا، واي نوع من الخضار انت مش بتحبيه مثلا ممكن تستغني عنه او تبدليه بنوع انت بتحبيه. معايا بطاطس مكعبات وبروكلي، كوسه، فلفل الوان مكعبات برضو، اي تقطيع بقى. الطاجن ده مش بيبان كده، بيبقى كله على بعض، فمش لازم اقطع بنفس التقطيع او مش بنفس المقاس، عادي اي تقطيع تيجي تحت ايدك هتبقى شغاله. فاصوليا، بصل، ثوم، زيت وزبده، ومعلقتين من المستردة، يمكن دي الاختلاف شويه، بتدي طعم حلو قوي قوي قوي، وبتضيف كده طعم بسيط مختلف عن التقليدي. معايا زعتر او ريحان او روزماري، بقدونس، شبت، كزبره، اي خضره او اي اعشاب عطريه بتحبيها تقدري تحطيها في الوصفه دي، بس انا الزعتر بيلي قوي معايا. ميه مغليه وشويه بشاميل، عملنا البشاميل مليون مره مع بعض ودايما بنجاوب عليه حتى لو مش بنعمله في الحلقه، فبيجي سؤال عنه عايزه مقادير البشاميل، فهنقولها واحنا شغالين ان شاء الله مع بعض. ده بشاميل جاهز معمول قوامه وسط بحليب وميكس شوربه، يعني بين الشوربه وبين الحليب، وبس خلاص، معمول بالزبده فطعمه مميز جدا عشان يمشي مع بقيه الوصفه بتاعتنا. طب تعالوا نبتدي نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، طبعا مسخنه الطاسه عشان ايه نتفادى قصه ان الحاجه تاخد وقت على النار. اول حاجه معايا شويه من الزيت، حبه حلوين كده. يا ريتاج ازيك؟ عامله ايه يا قمر؟ يا رب يخليك يا روح قلبي يا روحي. ده احنا نفرش لك الارض ورد مش رمل، تيجي والله تنوري الدنيا كلها، ونطبخ سوا بقى ونقعد نرغي واكلك ان شاء الله كده يكون ده متاح، وتقولي تنوروني كلكم. طيب انا عملت ايه؟ حطيت بصل. يا استاذه وفاء، ازيك يا استاذه توتة؟ ازاي حضرتك؟ قولي توتة على طول من غير استاذه. لا انت استاذه عظيمه بنتعلم منك. يا حبيبتي على راسي والله، الله يكرمك. واستاذه توتة انا عايزه اشتري الفخار اللي هو بيتعمل فيه الرز المعمر، اللي هو زي اللي انتوا بتعملوه ده. حلو، اشتريه منين؟ بصي، هو في مكان هو مش محل، هو في منطقة ناحية عين السيرة، لو دي قريبة ليكي، في مكان كده كبير ناس يعني واخدة محلات وحاطة الحاجة بره بتشتريه، بيكون مش مطلي، تمام؟ يعني تجيبيه مط، ما يكونش فيه لمعة خالص. اجيبه مصري؟ لا، ما فيهوش لمعة، مط، يعني ما بيكونش فيه لمعة. اللي موجود في اتفضل، يعني اجيبه ما يكونش فيه لمعه، ما يكونش فيه لمعه، يكون مطفي خالص. هتجيبيه تدهنيه من جوه عسل اسود كويس جدا، وتدخليه الفرن على 160 3 ساعات. نعم، هيبقى معاكي زي الفل. واغسله بعد كده يا استاذه؟ شطفه خفيفه كده تحت الحنفيه وسيبيه ينشف خالص، او نشفيه في فوطه مطبخ وهيشتغل معاكي زي الفل. طيب هو في عين السيره؟ في عين السيره، اه. هو شارع كده طويل عريض كله فخار اصلي. كتر خيرك يا استاذه. تسلم لي عمرك حبيبتي، نورتيني. او بقى كمان يعني هقولها برضو على حاجه هيتفرج علينا لسه، حد من الصعيد، يعني لو عندك حد من الصعيد قولي له عايزه فخار اصلي. هو بيجي بقى هم عاملينه معتقينه بالعسل الاسود، وبتدخليه على طول يسخن وتبتدي تشتغلي بيه بدون ما تعملي ان انت تحرقيه، يعني في بيدونه سمنه بلدي، بس انا بحب بصراحه العسل الاسود، بيدي طعم الفخار، لان الفخار دلوقتي اللي موجود في السوق كله مطلي، حلو وجميل وكل حاجه، وشكله كمان بيبقى لطيف، لكن مش بيدي الطعم بتاع الفخار اللي احنا بنحبه. فيعني افضل حاجه ان انت تجيبيه مش مطلي وتحرقيه انت في الفرن بعسل اسود. طيب انا هنا بعمل ايه؟ بصلايه، زيت وزبده، رشه ملح وفلفل، وهنزل كمان بالثوم، معلقه كده صغننه من الثوم. يا هيومه، ازيك يا هيام؟ ايوه، انت اخبارك ايه يا روحي؟ يا رب دايما اموريني. جربتيها؟
تسلم ايدك يا روحي، ودايما كده تعملي كل حاجه حلوه. انا صفيت بس الميه بتاعه البطاطس، ما عملتش اي حاجه ثانيه، احنا نقعينها بس في ميه عشان ما تسودش، لكن احنا في البيت بنقطع البطاطس وبنشتغل بيها على طول. طب انا البطاطس هنا مش مسلوقه ليه؟ انا عايزه البطاطس او طاجن الخضار بتاعي يشرب من كل التتبيله والزبده والزيت والحاجات دي كلها والزعتر طبعا والمسترد. فممكن انتوا هي هنا هتاخد وقت شويه، ليه؟ البطاطس نيه. انتوا في البيت ممكن تعملوا ايه؟ يا اما تقلوها في زيت سخن وغزير تحمروها، يا اما تدخلوها تحت الشوايه مع شويه زيت وملح وتقلبوها كل شويه، يا اما تحطوها في الاير فراير لو عندكم. يعني كل حاجه عندي تمام، مسلوقه تمشي برضه. يعني ممكن انزلها في ميه بتغلي مع رشه ملح كده حلوه مظبوطه، واسيبها تتسلق ثلاث ارباع او نص سلقه، مش ثلاث ارباع بقى، نص سلقه، عشان بس ايه ما تغيبش عندي. هنا بتغيب شويه، لكن في الاخر هتاكلوا طاجن خضار بالبشاميل حكايه. نفضل نشوح كده فيها حبه حلوين. طبعا بقى زي ما قلنا ممكن كمان احط بتنجان، عايزه اقول لكم ريحه حلوه قوي قوي قوي، على الرغم ان ما عنديش حاجه لسه اتعملت، يعني البصل مع الثوم مع الزبده، لكن في الاخر الميكس ده هيديكي طعم حلو جدا. ممكن بقى ازود ايه؟ يعني انا عندي هنا فلفل الوان، وعندي بروكلي مجمد فمش مش طازه، فانت ممكن تستخدمي الطازه بس هياخد وقت برده شويه. عندي فاصوليا خضراء اهي، يبقى عندي مجموعه خضار اقدر اعمل الوصفه دي للولاد ويحبوها جدا. ممكن بقى انا استغنى عن حته البشاميل واخليه خضار سوتيه عادي، يبقى عندي خضار سوتيه بالزعتر والمستارده وسنه الثوم والزبده، هيبقى هايل معايا. عايزه تستغني عن الزبده ممكن تستغني عنها وتكتفي بس بالزيت او سمنه، على حسب بقى اللي انت تحبيها وحسب الطعم اللي انت عايزاه في الاخر. بس انا بالنسبه لي بصراحه بحس ان البطاطس بيليق مع الزبده. لو حابين تعملوها كده تمام، عايزين شويه زيت بس حتى زيت زيتون برده ماشي. زودت بس شويه فلفل اسود، نفضل نقلب فيها. هنقول مثلا تقليب قد ايه؟ بصراحه عشان ابقى برده ايه على نور معاكم، بفضل اقلب فيها لحد ما الاقيها مش اتحمرت بس اتلسوعت سنه، خدت كده تشويحه بسيطه عشان في الاخر احس ان الطماطم البطاطس مش مسلوقه. عشان كده قلت لكم انا بحب احمرها. ممكن كمان تقطعي البطاطس مكعبات صغننه، فبالتالي ما اقطعها مكعبات صغيره مش هتاخد وقت في التسويه، يعني اقطعها كمان اصغر من دي. فمن الاخر بصوا الوصفه دي سهله وبسيطه وطعمها بيبقى لذيذ جدا، يعني لو جربتيها حتى بدون لحوم والله بتبقى حلو في يوم كده خفيف كده، مش لازم كل يوم نعمل او نشيل هم. عندي مثلا لحمه مفرومه مش عارفه ادخلها في ايه، لا طاجن زي ده ممكن تديله 100 جرام لحمه معصجه او مثلا صدر فرخه بايت عندك ومش هينفع مش هيكفي البيت، هتروحي مقطعاه حتت صغننه وتروحي مدخلاه في الوصفه دي. يبقى عندي ايه؟ طاجن خضار بالفراخ والبشاميل، اكله جاهزه مفيش اي حاجه اصعب من كده. فدايما شغلوا دماغكم اللي هو انا عندي حاجه صغيره اقدر اوظفها في ايه يعمل كميه وفي نفس الوقت ما اقفش في المطبخ كتير. ده الشعار بتاعنا اللي هو انا مش عايزه اقف في المطبخ عشان الجو دلوقتي مش مستحمل، عايزين ندخل ننجز على طول ونخرج. افضل اشوح فيها زي ما قلنا 10 دقائق 12 دقيقه، كل ما شوحتي كل ما خدت نسبه تسويه على النار كل ما اديتك نتيجه احلى. في المرحله دي هنزل بقى بايه؟ فلفل الوان والفاصوليا الخضراء والكوسه. شايفين بقى الالوان ازاي حلوه؟ كل ما زودتي الالوان في اكلك كل ما حسيتي ان الطبق شكله يفتح النفس. بروكلي مش هنزل بيه خلاص دلوقتي. يعني دايما اقول لكم نوعوا في الخضار بطرق مختلفه، بطريقه تسويه مختلفه، بافكار مختلفه عشان ابقى جددت في المطبخ. يعني كده ده مثلا هفضل اقلب فيهم حبه حلوين. ممكن بقى انا اسويه تسويه كامله على البوتاجاز في الووك عندي هنا، وبعد كده اقدمه مثلا مع صدور مشويه، كفته مشويه، شيش طاووق مع شويه رز بسمتي، هيبقى الاكل بتاعي جاهز. فالخلطه دي للخضار السوتيه حتى بتبقى حلوه جدا. ما تلاقوش موضوع الثوم، يعني دايما الاقي مثلا ناس تقيله تقول لك ده الثوم في الخضار مش بيبقى حلو. نسبه بسيطه، يعني انا الكميه دي كلها خدت قد ايه؟ معلقه صغننه، فما فيش الثوم الفظيع. الا بقى لو انتوا ما لكوش في الثوم ممكن بقى استبدله بثوم بودره، او استبدله هو توم بودره ما هو بديل، يا توم فريش يا توم بودره، فاستبدله بحبه توم بودره الطعم بيبقى اقل شويه. ونفس الكلام في البصل، لو برده ما بحبش البصل الفريش يبقى باين. بنعرف ناس شخصيا بينقوا البصل، يعني يبقوا مثلا عاملين عزومه في حد قاعد كده على السفره ما بيحبش البصل يفضل يدور في الطبق لحد ما يطلع البصل، مش عايزين نزهقهم برده. يا نور ازيك؟ ازيك يا نور؟
الحمد لله. عامله ايه يا عمر؟ الحمد لله. يا ربي يخليكي، روحي اموريني. لا كنت عايزه اسلم على حضرتك بس كده. نورتيني يا روح قلبي، مساء الهنا واستعادة على عيونك. ننزل بالزعتر بقى يطلع عندي الريحة كلها الحلوة. بس ايه ده كده وبس، خلاص نفضل نقلب بقى. انتوا شايفين بقى الريحة دلوقتي عاملة ازاي؟ ريحة الزبد مع التوم مع شوية خضار الحلوين اللي عندي مع الزعتر. بس هنزل بالمستردة بس مش دلوقتي، الريحة خطيرة يعني. جربوها كده حتى من غير البشاميل هتعجبكم قوي قوي. طبعا لو حد بيحب الشطه ممكن يا اما نحط شطه بودره اللي هي الشطه المطحونه، يا اما احط قرن فلفل حامي مفروم ناعم جدا. بس طبعا يعني لو في ولاد مالهمش في الشطه فممكن نستغنى عنه خالص ونكتفي بالفلفل الاسود، هيدي لسعه من غير ما يبقى مشطشط قوي يبقى صعب عليه. لو حسيتوا ان الخضار مش بيلمع قوي زودوا شويه زيت صغيرين، بالنسبه لي هو كده هايل مش ناقص اي حاجه ثانيه. طبعا عندي ولا الكوسه خدت تسويه ولا البطاطس خدت تسويه. بعمل ايه في المرحله دي؟ بروح حاطه شويه ميه مغليه تكمل عندي التسويه يا دوبك تشربها. يعني شوفوا دلوقتي الميه اللي انا هحطها قد ايه، مش كتير. يلا بينا. ممكن نحط الميه قبل ما ناخد الفاصل على طول. الميه بتغلي وممكن تحطوا مرقه. انا عندي ميه هنا حبه صغنانين، هنعوز شويه ميه كمان. طيب خلينا ناخد فاصل، انا هقلب كده يعني. الميه هوصلها يا دوبك يا دوبك على وش الخضار، يمكن تحتيه بشويه عشان تكمل تسويه تطلع معايا مظبوطه. ما الاقيش ان البطاطس ناشفه او الكوسه بتقرش شويه، فحبه ميه هزودهم على ما ناخد الفاصل ونرجع لكم على طول. استنوا. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. بصوا بقى عشان ايه، في خطوه نسيتها. حطيت البروكلي بعد ما حطيت الميه، ظبطت الميه على الوش، وهنحط دلوقتي المستارده. ممكن لو الناس لو حد ما بيحبش المستارده عادي ممكن يستغنى عنها تماما، بس هي بتدي طعم حلو مع بقيه الميكس، الزبده والتوابل الملح وفلفل وشويه الزعتر. فلو بتحبوه ضيفوه، لو مش بتحبوه استغنوا عنه خالص. فانا الخضار عندي اهو لونه مزهزه والريحه خطيره. مجرد ما تفتحي كده بصي الريحه تحفه. شويه المستارده وهسيب بقى الميه دي تقل. يعني انا ما ينفعش اروح نقلاه مثلا في الطاجن او في الصينيه بتاعتي واروح احط عليه البشاميل، هتحسي الموضوع ساح في بعض كده وبقت بسيسه، فاحنا اكيد مش عايزين ده. هقلب بس المستر ده كويس، وحطيت البروكلي واسيبه بقى يتشرب عندي شويه الميه عشان ياخد نسبه تسويه مظبوطه، والاقي بعد كده البطاطس والكوسه دايبين. يعني اكتر حاجتين انا بشيل همهم في الطاجن ده هي البطاطس، يمكن مش الكوسه برضو، الكوسه من الحاجات اللي بتستوي على طول، فهي البطاطس. فنسيبه يشرب حبه الميه المغليه، او لو عندك مرقه يعني عندك شويه شوربه مثلا لحمه فراخ اي شوربه موجوده، انت مثلا سالقه فرخه او عندك شوربه بالفعل متخزنه في الفريزر ممكن تحطيها بدل الميه، فعلى حسب بقى. بس اظبطي الملح ساعتها عشان الملح ما يزيدش، ونغطيها ونسيبها بقى براحتها. يا ايسل ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا بخير والله طول ما انت بخير. الله يخليك. الله يكرمك يا روحي. اموريني. عايزه دلوقتي البيتزا. بيتزا عيوني حالا دلوقتي تنزل لك على الشاشه وجربيها وقولي لي، هستنى ان شاء الله رايك. طيب تعالوا نقول الاول مقادير الكباب الحله. بص بقى كباب الحله ده على طريقه ماما، ربنا يا رب يديها صحه كده ويطول لي في عمرها، بتعمله وبيبقى مميز جدا. زمان ما كانش فيه افتكاسات في الاكل، بمعنى ما كانش فيه توابل كتير، ما كانش فيه اضافات كتير، ما كانش فيه حاجات كده مكونات بنفضل نحطها في الاكل عشان تظبط الطعم. هو ملح وفلفل كمون كزبره وسلام عليكم، ما فيش اي حاجه تانية. فالوصفه دي انا ما بجودش فيها، يعني ما بحطش فيها اي اضافه من عندي تماما غير الفلفل الحامي بس، لان انا بحب الحاجه مشطشطه. فالوصفه دي مش كباب حله تقليدي، كباب حله بطريقه بسيطه جدا بيستوي عندي على البوتاجاز وبيدخل كده يتشمع في الفرن، بيبقى طعمه خطير بجد، بيبقى حلو قوي قوي وبسيط وما بياخدش وقت ومناسب للجو اللي احنا فيه ان احنا عايزين حاجه سريعه. تعالوا نشوف كباب الحله بطريقه بسيطه جدا وطريقه زمان بقى، ارجعكم 50 60 سنه ورا كده. نص كيلو لحمه. طيب ايه قطعيه اللحمه اللي استخدمها؟ ممكن استخدم فليتو، يعني اجيب عرق الفليتو او اروح للجزار نقول له عايز عرق فليتو بس قطعه لي شرايح بالسمك اللي قدامك ده، وهوريكم السمك برده واحنا بنتبل. ممكن اعملها بايه تاني؟ انتركوت، بس هتاخد شويه وقت في السوا. فلو حابين حاجه
تنجز معاكم يبقى خلينا في الفلت، وما عنديش فلت او مش متاح عندي يبقى هستخدم شرايح انتركوت. بس ممكن بقى اعمل خطوه بسيطه جدا ان انا اجيب نص كيلو او كيلو من شرايح الانتركوت ادقه بالمدق بتاع اللحمه، واجيب شويه ميه صغيرين في الخلاط معاهم واحده كيوي ملح وفلفل وشويه خل، واضرب الكلام ده كله مع بعض واتبل بيه الانتركوت قبلها بليله. الكيوي هتساعد ان اللحمه اعملها معامله الفليت، فلو هعمل بفليت وخلاص عندي تمام هيستوي على طول نص ساعه بيكون جاهز. لو انتركوت يبقى لازم اعمل خطوه الكيوي، لو ما عنديش بقى خطوه الكيوي يبقى هتطول عندي على النار. يعني ده 30 دقيقه اللحمه الانتركوت ممكن تاخد 45 50 ممكن توصل ل 60 لو عرض او سمك الشريحه يعني عاليه، فده على حسب بقى القطعيه اللي هتجيبوها. نص كيلو لحمه قلنا، بصل، فلفل حامي ده الاضافه اللي عندي بس مش حاجه ثانيه، بطاطس شرايح مكعبات ترانشات ايا كانت تقطيعتها ايه بس ما تكونش كبيره قوي عشان اللحمه عندي مش تاخد وقت في السوا، طماطم مكعب مرقه وملح وفلفل جوز الطيب شويه زيت كوبايه ميه مغليه معلقه كبيره من صلصه الطماطم وسمنه للتحمير. بصوا الوصفه دي سهله قوي بجد، لو جربتوها هتعجبكم جدا وما بتاخدش مجهود، هي دي النقطه. دايما اقول لكم الوصفات في الجو ده مش عايزين حاجه خطواتها كتير. تعالوا بقى نشوف يا يوسف ازيك. الحمد لله. ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. امرني يا روح. جيلي؟ اه حاضر، عيوني ليك، تأمرني يا روح، نورتني يا يوسف. طيب تعالى نشوف هنعمل ايه. ناخد كده شويه زيت، انا بعمل تتبيله بسيطه قوي قوي للحمه، فلفل اسود وشويه من الملح وشويه من التوابل او جوزة الطيب بقى على حسب انتوا حابين ايه، واقلب. شوفوا البساطة، حاجة بسيطة بس بقلبهم كده مع بعض، واروح واخدة شرايح اللحمة. بصوا السمك بتاعها يعني التقطيع دي العرض بتاعها كافي جدا، مش عايزينها اتخن من كده عشان تستوي معايا على طول. وباخد شرايح اللحمة اتبلها كويس جدا. خدوا بالكم الاكل الحلو ما بيحتاجش توابل كتير. يا استاذ محمد. أنا ازيك يا شيخ؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ مش قوي بصراحة، بس قولي فكرني بيك. زي انا اللي كنت بكلمك من الاسبوع اللي فات. يا روحي اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس؟ لله. انا بخير يا حبيبي طول ما انت بخير. قولي يا روحي عندك اي سؤال؟ لا كنت هسلم عليك بس كده؟ حبيبي ربنا يخليك يا محمد، ودايما كده منور الدنيا كلها بصوتك الحلو. طيب تعالوا كده نجيب ايه، اللحمه عندي متبله وريحه تحفه على الرغم ان مفيش اضافات كتير، بس كل ما الحاجه كانت بسيطه كل ما ادتني نتيجه روعه. طبعا الطاسه دلوقتي بتستغيث، هنعمل ايه بقى؟ انا هسويها في سمنه، زمان ما كانش بيستخدموا الزبده قوي، هحط حبه سمنه كده حلوين. سخنت قوي قوي يعني ايه، نحاول نهديها نرفعها من على النار كده، واروح نازله بشرايح اللحمه. يبقى تبلتها بتوابل بسيطه اللي قلنا عليها، حطيت حته سمنه بلدي وانزل باللحمه اشوحها. ما تقلبوهاش بقى دلوقتي كده كده زي ما قلت لكم ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. يعني في ناس تستغرب تقول لحمه ايه دي اللي بتستوي في نص ساعه؟ ما هو التقطيع بتفرق، يعني قطعيه اللحمه ممكن في لحمه متقطعه شرايح كده بس تقعد على النار ساعتين، وفي لحمه تبقى ناعمه ما تاخدش وقت خالص. فلازم ناخد بالنا ايه نوع القطعيه اللي انا عايزاها وهوظفها في ايه. هعملها طاجن، هعملها مسبكه مثلا مع طبيخ، هعملها ورقه لحمه، فلازم ابقى عارفه قطعيات ايه مناسبه لكل اكل. بصي يا سيدي ما خدتش وقت خالص، اتحمرت على طول، ليه؟ النار عندي كانت عاليه قوي. ونقلب دي كمان. مجرد ما الاقيها لونت اقلبها على طول على الناحيه الثانيه.
بس كده. يبقى حطينا ايه؟ حته السمنه مع التحمير دي يعني بتخلي الاكل ريحته يعني تحفه. طيب في المرحله دي هنعمل ايه؟ بص بقى، في نفس البوله اللي انا تبلت فيها، انا مش هقلق ان انا احط خضار عندي مكان لحمه، ليه؟ ما انا هنزل بيه دلوقتي في نفس الطاسه، فما تقلقوش من حته ايه، لا ده انا لازم استخدم بوله تانية، والخضار ده عندي هيطلع على النار، فما تقلقوش ان يبقى في اي مشكله. يعني كده واحط بقى ريحه اللحمه حكايه. هروح بقى جايبه البصل، حبه بصل كده حلوين، كل ما البصل كتر فيها كل ما اديتك نتيجه حلوه. والفلفل الاخضر ناخد كده دي، والطماطم ومكعب المرقه، مرقه لحمه او فراخ على حسب بقى، والله ساعات بستخدم الفراخ عادي على اللحمه يعني، بس يعني براحتكم. رش جوزه الطيب، شويه ملح. ندى سمعت صح؟ تمام. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ تمام يا رب دايما. قولي لي يا روحي. انا طلبت الايس كريم. عايزه ايس كريم بايه قولي لي؟ بالفراوله. عيوني يا سلام. انت بالمانجا. ما هقول لك الاثنين، هقول لك الاثنين يا روحي، نورتيني يا جميله. طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ حطيت الخضار بتاعي كله ما عدا البطاطس، مش هحطها دلوقتي، هقلبهم او هعجنهم عجن محترم لحد ما احس ان الهيشان اللي عندي ده كله هبط. فلازم الخطوه دي اعملوا الخطوه دي برده في صينيه البطاطس بالفراخ، بتبقى خطيره. فهفضل اقلبها حبه حلوين لحد ما تفقد شويه من الميه، بحيث ان الخضار دبل، ونرجع نكمل بعد الفاصل نشوف باقي كباب الحله البسيطه، الوصفه القديمه الحلوه، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. فاصل ونرجع لكم. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. بعمل ايه بقى؟ بصوا، خلاص انا قفلت على اللحمه، اتشوحت مظبوط ومش تاخد وقت خالص، وريحتها حلوه جدا جدا، واتحمرت كده وبقى شكلها جميل. جبت الخضار اللي اتفقنا عليه مع رشه زيت وشويه ملح وفلفل ورشه جوزه الطيب، وكمان حطيت معاهم البطاطس وهقلب. بصوا بقى الخضار عندي بعد ما كان هايش دبل ازاي، وابتدى ان هو يشرب من التتبيله. هروح عامله ايه بقى؟ بصوا قدامكم طريقتين، يا اما ان انا اخد الكلام ده كله تشويحه عندي على النار في نفس الطاسه بتاعه اللحمه، يا اما احط ده ارضيه وارص عليها اللحمه، دي او دي براحتكم على حسب اللي انتوا حابينه. انا هعمل انهي دلوقتي؟ هحط كده الخضار بتاعنا الجميل هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده، واحده واحده اعمله ارضيه. عايز اكل الخضار ده بقى مع شويه رز، يا بيبقى حكايه. شويه الميه بتاعت الخضار دي برضو اوعوا ترموها كده. تمام. واروح واخده بقى شرايح اللحمه احطها على الوش. ينفع نعمل نفس الطريقه بنفس الخطوات ل الفراخ برضو، هتبقى حلوه قوي. لو تقدروا كمان تعملوا ايه بقى؟ تجيبوا بصلايه تتفرم مع وحدتين كده او فصين حبهين وملح وفلفل، وابتدي بعد كده ان انا احشي بين الجلد وبين اللحم بتاع الوراك او ايا كان قطعيه الفراخ، واحطهم فوقيها بتبقى حلوه جدا. تعالوا بقى نحط اللحمه كده على الوش. وشوفوا البوتاجاز بيصوصوا ليه. انا بحب برضو احط شويه من الخضار عليها، ما تسيبهاش هي كده لوحدها، لا احط شويه من الخضار على الوش وشويه خضار تحت. انا ليه مزوده الخضار؟ عشان الخضار ده انتوا هتتخانقوا عليه اكتر من اللحمه نفسها، بيبقى شارب بقى من التتبيله، بيبقى طعمه حكايه. اهو واخد بقى كل السمنه بتاعه التحمير اللي عندي هنا، اروح نازله بيها على اللحمة. فاضل عندي كده ايه؟ شوية الصلصة اللي قلنا عليهم. هجيب كوباية مية مغلية او برد عادي مش هتفرق، هي راحت فين؟ شلناها. طيب تعالوا نجيب واحدة تانية. شوية من المية مش كتير، وصلصة الطماطم، وابتدي ان انا اقلبها يعني زي بسقيها كده، مش برضو طماطم كتير عشان ما احسش ان هي بقت تسبيكة. تمام اهي كده.
واروح احطها عليها نسقيها كده بالشكل ده. بس هاخد شويه خضار، يعني عايزه شويه خضار ايه يطلع عندي على اللحمه. يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم ازيك؟ ايوه ازيك يا هيمة، رحت فين يا حبيبي؟ طيب حاول ترجع تكلمنا مره كمان. طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. شويه لحمه او كباب حله بقى غير التقليدي بتاعنا، سموها اي اسم مش هيختلف الاسم بالنسبه لي. طيب المفروض نغطيها بورق فويل وبدخلها اكمل تسويه في الفرن. احنا دوبك شوحنا اللحمه، لسه اللحمه عايزه تسويه برده كويس، ولسه الخضار بتاعي عايز يدبل، ولسه البطاطس عايزه اكمل تسويه، فبغطيها بورق فويل وبدخلها فرن سخن على 180 20 دقيقه 25 دقيقه، تطلع معايا زي السكر ومظبوطه جدا جدا وطعمها حكايه. ننقل بس اللي عمال يصوصو ده. يا ام طارق حبيبه قلبي، يا روحي ربنا يسعدك يا رب يخليك يا روح قلبي. عامله ايه؟ انا الحمد لله، انت عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ والله بخير. طول ما انا سامعه صوتك كده ده بالدنيا كلها. الله يخليكي، انا ما يحوشنيش عنك الا الشديد الاول. يا رب ما تغيبي ابدا ويفضل صوتك منور الدنيا كلها. يا رب يسعدك يا رب ويكرمك ويفرحك باولادك. حبيبه قلبي ربنا يكرمك. وكل اللي شغالين معاكي وكل الناس رب. اللي عاملين على القناه بصراحه ناس محترمه جدا. يا رب يخليكي ودايما كده صوتك منور وما تغيبي ابدا يا رب. الله يخليكي. عامله ايه وصحتك؟ انا بخير والله طول ما انت بخير. وتسلم ايدك باللي انت بتعمليه بجد. يسلم عمرك يا روح. وربنا يحسن ما بين ايديكي يا حبيبتي. يا رب يا رب يا مطارق، احنا وانتي وكل حبايبك. والله يا بصي يا توتا، ايوه حبك ده دخل قلبي كده لله في لله. والله من القلب لقلب، ربنا يعلم انا بحبك قد ايه وبفرح جدا بصوتك. والله العظيم وانا كمان بحبك جدا جدا. حبيبتي يا رب دايما ما تحرم منك كده وتفضلي منوره الدنيا كلها. نورتيني يا مطارق. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى جبت ايه؟ ورق الفويل اللي قلنا عليه. هبتدي اقفل الصينيه الحلوه بتاعتنا وادخل. عايز تحطي ورقه زبده قبل ورق الفويل ماشي براحتك على حسب اللي انت عايزاه بقى. وندخلها الفرن على رف وسط كده على 180 او 200 بالظبط بالظبط، يعني 25 دقيقه تكون استوت وتمام التمام. ندخلها الفرن ونشوف بقى الوصفه الجايه بتاعتنا ايه. بسم الله كده بقى ايه، تعيش مع نفسها وتستوي براحتها خالص. الخضار انا اديته بس تقليبه عشان ما الاقيش ان في بطاطس مثلا لزقت تحت او كوسه او الكلام ده، بس هو بيتشرب عندي على النار وانقله بعد كده في الطاجن بتاعنا. الوصفه الجايه طيب تعالى نشوف هنعمل ايه. هنعمل باستا فلورا على ايه؟ عشان مدام يسر حبيبتي طبعا طلبتها مننا واحنا نقدرش نتاخر عنكم ابدا انتوا وكل حبايبي. هنعملها بطريقه بسيطه جدا، وهي وصفه بسيطه ما فيهاش يعني مش معقده، بس بتطلع نتيجتها حلوه جدا وتنست، يعني من الحلويات اللي بطلنا نعملها. كانت زمان بنعملها يعني ما فيش يعدي 3 4 ايام ونعملها، مربى مشمش ماشي، مربى تين، مربى فراوله، اي نوع مربى، حتى كنا بنعملها من المربى البيتي، كناش بنشتري مربى من بره، فاعملوها بمربى جاهزه او بيتي بنفس الطريقه تطلع معاكم ان شاء الله زي الفل. تعالوا بقى نشوف المقادير. كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من الزبده، هنسيح الزبده مع بعض دلوقتي. بيضه تكون بدرجه حراره، كل المكونات عندي بدرجه حراره المطبخ. 5 معالق كبار من السكر حجم المعلقه، معلقه اكل مليانه مش معلقه يعني مش معلقه صغيره او مش معلقه معياريه، انا عملتها بالمعيار المعلقه اللي بناكل بيها العاديه خالص. رشه من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ومربه فراوله بقى وسكر بودره للتزيين، شويه حاجه كده دلع. لو جربتوا المقادير بتاعه الوصفه دي هتعجبكم جدا وهتلاقوا ان الموضوع سهل. بمعنى ايه؟ انها من الحاجات اللي لو انت مالكيش في الحلويات او مالكيش في المطبخ او كنت بتاكليها زمان مثلا من ايد ماما وخايفه تعمليها ما تظبطش، لا المقادير دي كده خدوها صوره هتطلع معاكوا حلوه جدا من اول مره. يعني في وصفات كده بنحس انها من اول مره هتظبط، ودي ان شاء الله تطلع نفس الفكره من اول مره معاكي هتظبط. تعملي كميه وتشيليها في الفريزر متقطعه مكعبات كده للولاد يفطروا بيها الصبح، هتبقى برده جميله قوي. انا بس هسيح الزبده على النار، مش عايزاها زبده بارده ولا طريه، عايزاها زبده مذابه. ناخد كده. يا همسه الو، ازيك يا روحي؟ بحبك جدا حبيبه قلبي والله، وانا بحبك قد الدنيا والله. صوتك منور الدنيا كلها يا حبيبه قلبي، ده انت اللي صوتك منور مدينه الانتاج كلها مش القناه بس.
والله انت اللي عسل، بكلمك على طول يا حبيبتي. يا رب دايما كده اسمع صوتك الحلو. اكيد طبعا اسمك مميز بالنسبه لي. كلمتك مرتين قبل كده ودي الثالثه. حبيبتي ان شاء الله كده تكلميني كل يوم نصبح على بعض. كل يوم والله لا اشوفك. عيوني يا روح قلبي حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا همزه. خليكي ليا يا رب. يا حبيبتي ربنا يكرمك يا روحي، ويا رب دايما كده تكلميني على طول وتشوفي الحلقات وتكون بتعجبك. طيب الاقصر كمان، ده حبايبي، حبايبي الاقصر، اهل الاقصر يعني ليهم معزه كده في قلبي. هم واسكندريه بقى المحافظات طبعا بحبهم، بس انا من الناس اللي عاشقه لاسكندريه. اسكندريه دي الحب كله، بحبها جدا. وعندنا على فكره يعني عندنا متابعين كتير من اسكندريه الحمد لله، يعني فضل ونعم. هقلب بقى الزبده كده، مش عايزاها تقدح، مش عايزاها تسخن، عايزاها بس تسيح عشان اقدر اكمل باقي الوصف. طب الوصفه دي محتاجه ايه؟ بصوا بقى، ولا محتاجه خلاط، ولا محتاجه مضرب، ولا محتاجه عجان، ولا محتاجه اي حاجه. بوله وسك في ايدك، الموضوع انتهى عندي ومشي تمام التمام. هحط البيضه، السكر، البيكنج باودر احطه على الدقيق، وشويه الفانيليا، واخد الزبده حالا احطها. دي اهي يا دوبك دفيت، عارفين مش عايزه احطها سخنه عشان ما تسويش البيض هنا، عايزاها بس تبقى سايله. يبقى حطيت عندي بيضه، وتعالوا هنحط رشه ملح برضو على الدقيق. حطيت البيضه وحطيت السكر، عايزه تستخدمي سكر بودره ماشي، عايزه تستخدمي سكر عادي ماشي، يعني الاثنين هيمشوا بالنسبه لي. طول عمرنا بنعملها كده وكده بتمشي بتطلع حلو. مش عايزه ادوب السكر، انا عايزه بس البيضه تندمج معايا. وروح نازله يا استاذ علي. علي يا تودة. ازيك يا قلبي عليا؟ ازيك يا عليا؟ كويسه الحمد لله، انا بحبك قوي. يا ربي يخليكي يا روحي، وانا بحبك اكتر. انا مش عارفه والله، انا بحب اكلك قوي وبحبك انت كمان حبيبتي، ربنا يخليكي. مش عارفه اقول لك ايه والله، وجربت اكلك قبل كده وعجبني قوي. تسلم ايدك، بحبك قوي يا روحي، دايما كده منوراني، ودايما كده كوني مبسوطه من البرنامج ده بالدنيا كلها. حبيبتي نورتيني يا روح قلبي. قولي لي عندك اي سؤال؟ طب قبل ما نقفل. لا ماشي حبيبتي، نورتيني يا روحي. عملت ايه؟ بصوا بقت عندي القوام بالشكل ده، زبده سكر فانيليا والبضايه وخلاص على كده. هعمل ايه دلوقتي؟ طيب تعالوا نحط دي قبل ما ناخد الفاصل، ممكن سريعا كده على طول عشان بس ايه نلحق نلمها ونشتغل بيها على طول. بنزل بالدقيق على دفعه واحده بدون مراحل كتير. نحط برضو رشه الملح، لازم رشه الملح الاخيره دي. هنزل بالدقيق حالا وابتدي اعجنها او المها بايدي، هتبقى مظبوطه جدا. نقلب بس ايه شويه البيكنج كده وننزل بالدقيق وابتدي اقلبها. هتلاقوها بقى لمت معانا وظبطت. طب والله حسيتي انها خفيفه، اديها رشه دقيق. حسيتي ان هي جمدت قوي، اديها معلقه زيت، يعني ما تقفيش عن حاجه. بس هي ان شاء الله هتطلع مظبوطه، لان المقدار ده انا بعمله بقالي كتير جدا، مقدار جدتي، فيعني من قديم الازل. فهتعملوها هتطلع معاكم زي الفل. شايفين بتلم ازاي وناعمه جدا وطريه. هعمل ايه في المرحله دي؟ هكمل عجن فيها لحد ما تلم عندي والم كل الدقيق ده، ونرجع على طول بعد الفاصل نبتدي نشكلها مع بعض، وكمان نقدم الخضار بالبشاميل. فاصل ونرجع لكم من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، ونقلت الطاجن الخضار عندي في البايركس او في الطاجن ايا كان بقى، مش هيفرق ايه بقى، بالشكل الحلو ده. يا دوبك يا دوبك في شويه مرقه بسيطه جدا، غير لما كنا حاطين المرقه في الاول. بصوا الطاجن خضار يفتح النفس، مختلف عن التقليدي. اروح انا مدلعه بايه؟ بشويه من البشاميل على الوش، مش لازم اغطيه بالكامل عشان يبان عندي ان في خضار، ويدخل فرن سخن على 180 لمده تلت ساعه بكتير قوي. هيبقى البطاطس كملت تكه التسويه اللي هي عايزاها، الوش بتاعي اتحمر وكل حاجه تمام التمام. انتوا متخيلين ازاي طعمه حلو وبسيط قوي وسهل. احنا في حاجه ما جاوبناش عليها، فكرني كده يا احمد، ولا جاوبنا على كله؟ خدنا البيتزا، كان في سؤال على البيتزا سريعا كده. ماشي، لا البيتزا موجوده، هنضطر بننزلها كل يوم هي والمكرونه بشاميل.
فتلاقوها ان شاء الله على طول. زي ما قلت لكم ده بشاميل ميكس بين الحليب وبين المرقه، يعني عاملينه بحليب ومرقه، تقدروا تعملوه كله يعني بحليب، او ممكن تحطي قشطه، تحطي بيضايه بقى على حسب انت بتفضلي البشاميل شكله ايه. بس جربوا الوصفه دي هتعجبكم قوي قوي، وان شاء الله الولاد كمان تتبسط بيها. بس كده يدخل فرن سخن 180 تلت ساعه يبقى جاهز عندي وتمام التمام. طيب دي العجينه بتاعت الباستا فلورا، فردتها بس بين كيسين ثلاجه، ده حتى مش ستريتش، كيس ثلاجه عادي خالص، فردتها بالشكل ده وبنقلها بعد كده في القالب بتاع التارت. مش بحتاج احط ماده دهنيه في القالب لان اصلا في كميه زبده كفايه، فما نجيش نحط زبده نحس الموضوع تقيل. بفردها كده عشان السمك بتاعها هيبقى قليل على قد المقاس بتاعي. نفردها سنه كمان. بصوا العجينه قد ايه طريه وناعمه. لو حسيتي العجينه بتلزق معاكي لفيها في كيس ودخليها الفريزر نص ساعه، الزبده هتمسك فيها وتقدري ان انت تشكليها براحتك خالص. لو انت قلقانه ان هي ما تتنقلش معاكي مثلا من هنا للقالب، فيعني ايه لو حسيتي انها مزهقاكي دخليها الثلاجه شويه. اهو ونروح واخدينها كده شايفين اهو حالا، ونروح نقلينها. شايفين انا نقلتها ازاي؟ خدها لكم تاني. اهي عندي العجينه بنقلها من الكيس للقالب بتاعي بكل سهوله، نظبط بس المقاس. اهي تعالوا ندخل الطاجن ده الفرن ونظبط دي. بسم الله. ريحة تحفة تحفة، ريحة الطاجن ده خطيرة. يا ياسمين ازيك؟ عاملة ايه يا روحي؟ ازيك يا قلب الشيف من جوه؟ نعم. ازيك يا روحي؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ يا رب دايما. انتي منين؟ نعم. انتي منين؟ رحتي فين؟ لسه بسأل. حاولي طب تكلمينا تاني. بعمل ايه؟ بصوا بقى، انا المفروض باخد جزء من العجينه بس القالب ده كبير شويه، فانا بالفعل مجهزه نسخه فخدت منها شويه شلته على جنب ليه عشان اعمله على الوش. يعني انتوا خلوا مثلا القالب 22 ده 24 او 26 كمان. باخد تلتين العجينه بفردها هنا والتلت التاني بدخله فريزر عشان اقدر ابشره بالمبشره زي ما هنشوف دلوقتي. على طول برفع بس الحروف كده عشان تظبط معايا، يعني لازم اسويها بالظبط في الطاجن في القالب. بس كده. يا اسراء ازيك؟ عامله ايه يا قمر؟ صباح الفل. صباح الهنا والسعاده والجمال. بحبك جدا. يا رب يخليكي. روحي والله انا بحبك. انا جربت العيش التورتيلا مع البانيه والبطاطس كان جامد. طلع حلو؟ اه والله. تسلم ايدك يا روح، تسلم ايدك. انا كنت مش عارفه اتحكم فيه من الفرد. من الفرد؟ اه. طيب انت عملتيه بميه مغليه زي ما عملناه؟ عملت الميه مغليه وشويه زيت وشويه ملح. طيب اعجنيه كويس قوي عشان العجينه هو ارتاح ساعه وسبته يرتاح ساعه زي ما انت قلتي على الاقل. ماشي. طيب وكان ايه مشكلته في الفرد؟ كان بيلم؟ انا عملت اول واحده طلعت تخينه وناشفه معايا. ماشي. بعد كده اختي ساعدتني فيه، عملت بصراحه فردته فرده حلوه يعني. طيب حلو كويس. ظبط ساعتها؟ ظبط معايا وبقى حلو يعني. طيب. انا بقى كنت عاوزه اجربه لوحدي. طيب بصي هقول لك على حاجه، افرديه رقيق ما ترفديهوش سميك عشان يستوي معاكي مظبوط، يعني خلي السمك بتاعه رفيع خالص، واول ما يشد على الطاسه او يبتدي يتحمر اقلبيه على طول الناحيه الثانيه وافضلي قلبيه بقى يمين وشمال لحد ما يستوي. وبصراحه كان طعمه حلو بس عيبه بس ان كان تخين سنه. انت افرديه بس رفيع هيظبط معاكي ان شاء الله ويستوي زي الفل. وتسلم ايدك. طبعا عملت ايه؟ خرمت القالب بالشوكه. شايفين السهوله؟ حلويات كده قديمه وسهله وطعمها مميز جدا. خرمته بالشوكه كويس قوي. بحط بقى المربى. يا اسلام. الو. ايوه. انا عايزه اعرف طريقه عمل شاورما ميكس. شاورما ميكس؟ عيوني عيوني عينيا يا حبيبي. نكتب بقى يا احمد عشان ايه نعمله الوصفه دي ان شاء الله. نعمل فتة شاورما ميكس الاسبوع الجاي ان شاء الله. خلاص احنا هنبشر الجزء اللي فوق وتبقى جاهزه عندي. انا بحبها بصراحه مربه الفراوله، في ناس تحبها بالمشمش او الاكتر بيحبوها بالمشمش، انا بحبها بالفراوله. فاعملوا بقى اللي انتوا حابينه. نوع المربى ده مش هنتخانق عليه، يعني النوع اللي انت بتفضليه
استخدميه عادي. طيب ده الجزء التلت اللي انا قلت لكم شيلوه من العجينه، بس خلوا الصينيه مقاس 22 بروح ملفاه في ستريتش ومجمده في الفريزر عشان اقدر ابشر. نبشر بقى كويس جدا، اغطي الوش بالكامل شايفين كده عشان المربى بتاعتي ما تحرقش. تدخل فرن سخن على 180 لمدة 25 دقيقة، رف وسط شغال من تحت فقط، هتطلع معايا زي السكر وجميلة. الجزء اللي انا فرزنته ده او دخلته الفريزر هيخلي بشرها سهل، ما اقدرش ابشرها ابدا وهي طرية زي اللي انا كنت بفردها، لازم تتجمد عشان تديني الشكل ده. انتوا بقى يعني غطوا الوش بالكامل عشان عايزة اطلع التانية واقطع معاكوا حتة. بس كده، بس خلاص ندخلها الفرن، مش هدخلها بقى دلوقتي، انا هسيبها بصراحة شكلها حلو. وده بعد ما طلع، تعالوا كده نروق مكاننا ونبتدي نشوف احنا عملنا ايه. بصوا بعد ما بتستوي اهي، دي بارده طبعا، واروح مطلعاها من القالب بكل صوره. شايفين الجمال واللون بتاعها وريحتها خطيره. الصينيه دي اهداء لمدام يسر. تعالوا نقلها بقى على طبق التقديم بتاعنا ونقطع حته معاكم سريعا. شايفين شكلها حلو قوي قوي وريحتها خطيره بصراحه. عايزه كوبايه شاي بلبن بقى وتبقى جاهزه معايا وتمام التمام. حط رشه السكر بودره اهي على الوش كده تديني شكل حلو، وده اختياري طبعا يعني براحتكم، عايزين تحط سكر بودره ماشي، تاكلوها كده ممكن تدفوها وتحطوا عليها بولت ايس كريم. يا مدام يسر الطبق ده بتاعي، انا لسه بقول والله اهداء لمدام يسر، ما حدش يحط ايده فيه. حاضر عينيا. تسلم عينيكي يا حبيبتي. يسلم قلبك يا روحي. تسلم ايديكي يا روحي. يسلم وربنا قلبك. وربنا يخليكي لينا يا رب. ويخليكم ليا يا رب. ودايما كده مفرحانه، والله فرحتيني يا توتا. يا روحي بصي بصي بقى القطعه دي ليكي مخصوص اهي. يا حبيبه قلبي يا حبيبتي، تسلم ايديكي. يسلم عمرك. شكلها يفرح جدا. يلا جربيها بقى وقولي الاخبار ايه. يعني هي وصفه بسيطه فعلا بس مكوناتها أوي. غنيه وبيبقى طعمها رائع. طعمها انا من الوصفه انت فكرتيني بيها والله انا كنت ناسياها. ما احنا الناس القدام بقى. لا انتوا الخير والبركه والله. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يكرمك. اللحمه بالخضار ده كمان معمول بمزاج عالي قوي، هيعجبك قوي، وحرفيه بتاعه زمان بتاعه ماما وتيتا يعني بجد تسلم ايديك. يسلم قلبك يا روحي، نورتيني ودايما كده صوتك منور الدنيا كلها كده بحرفيه والله يا توته. تسلم ربنا ايدك يكرمك يا روحي ودايما منوراني، واشوفك دايما مبسوطه كده وفرحانه، ونعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا مدام يسر، تسلموا لي كلكم والله في القناه. يسلم قلبك حبيبتي، عيوني ليكي، نورتيني. وطبعا شفتوا الشكل الخطير بتاع الباستا فلورا ولسه دافيه شويه، عايزه كوبايه شاي بلبن. خلاص هعمل لكم شاي بلبن طبعا، هصب الشاي بلبن او تعالوا ناخد نظره على طاجن اللحمه بعد ما استوى والبطاطس اتمشمشت واللحمه مستويه وتمام. بصوا جمال وقرن الفلفل الحامي كده باين عندي تحفه بعد ما طلعت من الفرن. وده طاجن الخضار بالبشاميل، اوريكم برده معلقه سريعا سريعا سريعا. بصوا جمال، بصوا البطاطس دايبه ازاي دوب مع البروكلي مع البشاميل الوسط، يعني حكايه. الطاجن ده يعجبكم جدا جدا لو جربتوه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكون الوصفات كده وصلت ليكم بكل سهوله وتكون كده عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هنطب الشاي بلبن واستنيني بكره ان شاء الله في حلقه حلوه جدا وسهله وسريعه وبسيطه ان شاء الله تنول اعجابكم. اشوفكم بكره في حلقه جديده على خير، باي باي. Thank you.